معنا الله يجازيهم بخير في هذه الوقيته هذه، وبارك الله عليكم الله يجازيكم بخير. والله يشافي شي ناس راه حتى هما راه مراد جابوا الورق ديالهم، الله يوقف معاكم الله يرحمنا بهذا الشتاء. وشكرا كنشكر هذه الجمعيه ديال صحاب الرباط وديال الرشيديه، جاوا اقليم ايت عثمان الله يوقف معاهم، جاوا في نقطه المناسب جابوا هذه المعاونه للناس، ما عمر حتى شي حاجه جات لهنا. الله يوقف معاكم الله يخلي لكم صحتكم وشكرا. الملك عاش الملك يوم ايت عثمان، الله يعطيكم الخير الله يستر عليكم، فرحتونا في هذا النهار هذا النهار المبروك. الله يستر على زهراء الله يرحم بن عيسى والله يستر على وليداتها ويستر عليكم ويستر على المسلمين كل شيء. وشكرا والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا والله يرحم الوالدين.